هكذا دخلت جنان أبو غيدة ابنة 22 عاماً مستشفى رفيق الحرير الحكومي لتضع مولودتها الأولى ليا. ودعت أسرتها ودخلت كأنها تلقي عليهم تحية الوداع. نزلت نهار الأحد على أساس بيولدوها سيزاريان واتفقوا مع المستشفى لأنه وضعه ما بيحمل تجري عملية الولادة الطبيعية. تفاجأوا الأهل أنه بيولدوها طبيعي، قالوا لها ما في أي مشكلة من ولادة طبيعي. الطاقم اللي بلش بولادتها هو طاقم المتدرج دون إشراف الرئيس القسم ولا الدكتورة اللي كان لازم تكون موجودة. دكتور بلشوا يعطوها طلقات لمدة 18 ساعة، طلقات اصطناعية وصلت دوز 100. هذا الشيء تسبب لاشتراكات بجسمها وتسمم وكتير ضعف قلبها، وهذا الشيء ما خليهم يوقفوا، ضلهم عم بيكملوا لحين ما اضطروا يفقعوا لها مية الراس بإيدهم. لما شافوا انه كثير تأزمت الامور اضطروا يدقوا لدكتور ربيع شاهين اللي هو مدير القسم. اجا وشاف هالوضع ودغري طلب دغري ينقلوها على الطوارئ تيعملوا لها عمليه سيزاريان. ولدوها وخلقت البيبي وبقطبوها على اساس بده يطلعوها على الاوضه. ما في ربع ساعه بيرجعوا بينزلوها على الطوارئ لانه صار معها نزيف داخلي واشتراكات زادت بقلبها وتسمم بجسمها. 4 ساعات عم يشتغلوا بجسمها، 4 ساعات لحين بعد 4 ساعات أخذوا قرار يشيلوا لها رحمة، ومن بعد هيدا توفت المرحومة. الجديد حاولت التواصل مع إدارة المستشفى عملا بحق الرد، إلا أن المستشفى لم يستجب، فيما أكدت الأسرة أن إدارة المستشفى أصدرت بيانا أعلنت فيه الوفاة عازية السبب إلى توقف القلب والرئتين. خطأ طبي ومعتمد عن تعمد، لأنه أصروا من أول يوم دخلناه قلنا لهم طبيبتها مصرة تولدها سيزاريان، البنت ما بتتحمل. ليه وقت صار وقت الولادة اخترتوا تاخدوها على هذا المستشفى؟ حكيمتها أصر، لأنه من بعد ما أخذتها على كذا مستشفى بطلب من حكيمتها محل ما بتولد ما قبلوا لأنها مكتومة القيد، بيا مش مسجلة، هون بيا كفر بالنسبة لهم كفر. ما قدرت أوصل إلا للمستشفى الحكومي بالواسطة أنه يا أخي بناخذها منك، جبنا موافقة وزارة. دكتور فوق حقه فرنجان، هو اللي عينه حفظه بوزارته، يقول له لابني بدي دفع بيا الثمن، حدفعه ثمنه تكلم عينه، حدفعه ثمنه. هذا اصراره ما يمضي حاله استثنائيه، دفع ثمنها للبنت. المستشفى معلي شيء، هولي جماعه مسلخ، اسمه مسلخ بيروت الحكومي. بدنا نحكيها علنا، برسم رئيس الجمهوريه ودوله الرئيس بري ودوله الرئيس الحريري، يكفوا ايدين هالزهران، وهذا الجسم الطبي كله بده غلط تصليح. اخذتها عشرايه حملتها على المبرد النهارده. التحقيقات لا تزال تخطو خطواتها الأولى وتتأرجح بين خطأ طبي ومضاعفات طبيعية أودت بحياة الشابة. ومهما كان الأمر، فإن كان خطأ طبيا فالأهل يستبعدون أن يعترف به ويحاسب الطبيب أو المستشفى. وإذا كانت الوفاة قضاء وقدرا تكون جنان قد سلمت عمرها لابنتها ليا التي ولدت يتيمة وذاقت مرارة الحياة قبل عيشها. لا يلسعد، قناة الجديد.